عارف يا نسر، انت بقيت اقرب صاحب ليا. اكتر حاجه بحس انها شبهي، روحك زي روحي، بس انا ما بقتش فاهم اي حاجه خالص. انت عارف ان احنا كنا خلاص هنتجوز يا نسر، كنا بنوضب بيتنا، بنتفق على كل تفصيله فيه. أنا تايهة يا نسر، تايهة وشايف الحياة قدامي ومش قادر أصدقها. أسوأ إحساس في الدنيا هو الغدر والخيانة، إحساس صعب أوي. Watch it.